مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من القاهرة. ستركز هذه الحلقة من خلال مجموعة من النقاشات والمحاور والتقارير الإخبارية على موضوع مهم يشغل الساحة المصرية حاليا، خاصة وأنها تتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. الموضوع هو تفاعل الدولة واهتمامها بفئة محدود الدخل تحديدا والمواطن متوسط الدخل بمجموعة من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية لتوسيع مظلة المستفيدين من جهود الحماية الاجتماعية التي تعمل الدولة على نشرها في مختلف المحافظات. لتكن البداية من وزارة الداخلية التي أطلقت فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي لتوفير جميع المتطلبات المدرسية والمنزلية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق. هذا طبعا مع الاستمرار في توفير جميع السلع الأخرى بأسعار مخفضة ومناسبة. نتابع التفاصيل من خلال هذا التقرير. بعد استعدادات وتجهيزات كبيرة، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد، وتستمر فعاليتها على مدار شهر لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأنواعها المختلفة بتخفيضات تصل نسبتها إلى 30%. مبادرة كلنا واحد دي بتعتبر من أكبر المبادرات الاجتماعية اللي بتطلقها الدولة، وبحس ان هي تعاون ما بين منظومه العمل الامني والعمل المجتمعي. احنا بنشارك بادوات مكتبيه ومدرسيه، وبنشارك بزي مدرسي وملابس واحذيه مدرسيه. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. هذه المرحله من المبادره تشهد مشاركه واسعه من السلاسل التجاريه والكيانات الصناعية والمكتبات الكبرى، حيث تشارك 38 كيانا وسلسلة تجارية و814 منفذا، فضلا عن وجود 6 معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا بالشوارع والميادين الرئيسية على مستوى الجمهورية، جميعها موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت. تتوفر فيها كافة الاحتياجات المدرسية بالأسعار المخفضة. أول يوم دخلت أنا انبهرت بصراحة، انبهرت بالأشياء اللي موجودة، وانبهرت بالعرض الحاجة، وانبهرت بجودة الحاجة اللي هي محطوطة للجمهور. شغل ممتاز صراحة. احنا بنشكر المبادرة ونشكر سيادة الرئيس ان هو عمل لنا الحاجات الحلوة دي، للأمانة حاجة جميلة وتشرف بلدنا كلها. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. الإقبال كبير من المواطنين منذ اللحظة الأولى لإطلاق المبادرة لتلبية متطلبات أبنائهم، مستفيدين من التخفيضات التي أتاحتها وزارة الداخلية، والتي اعتادت مع بداية كل عام دراسي أن تسهم في رفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور. صدقت جدا من الأسعار، في تخفيضات 20 و25 و30، وإن شاء الله بجيب حاجة أولادي كلهم من هنا، والحاجات جميلة ما شاء الله والكواليتي بتاعتها عالية قوي. بنشكر سيادة الرئيس طبعا على المبادرة دي، احنا شايفين طبعا عندنا هنا الحاجة الحمد لله متوفرة وموجودة، وفي تخفيضات جميلة جدا، والأسعار يعني الحمد لله في متناول المواطن الطبيعي العادي. بالتوازي مع انطلاق المرحلة 23 من المبادرة، تواصل وزارة الداخلية توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع تحت مظلة مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60%. احنا مستمرين في المبادرة ان احنا نوفر السلع الاستراتيجية والأساسية الهامة او الخاصة بالمنزل بنسب خصم كبيرة تصل إلى 50 أو 60%. كما تستمر منظومة أمان في توفير السلع الغذائية عبر منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 1026 منفذا، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. مصر الكبيرة في كل ود وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. كما قامت منظومة أمان بإعداد وتجهيز حقائب مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية،
بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن. شعب وقيادة وشرطة، إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. الدور الاجتماعي والإنساني في المنظومة الأمنية في مقدمة أولويات وزارة الداخلية، وهو ما بدا واضحا من خلال مبادرة كلنا واحد وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد. تتسم المستلزمات المدرسية المعروضة في إطار المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بأنها ذات جودة عالية وأسعار مخفضة، وهو ما تسعى إليه وزارة الداخلية من هذه المرحلة من المبادرة، تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع قرب حلول عام دراسي جديد. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أيضا وضمن جهود وزارة الداخلية، تواصل حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع أو البيع بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية المحددة، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط حوالي 500 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 208 أطنان من المواد الغذائية. استعدادات على قدم وساق لاستقبال الموسم الدراسي الجديد. في ثاني أيام افتتاحه رسميا، يتوافد المواطنون بشكل واضح على معرض أهلا مدارس المقام في أرض المعارض بالقاهرة، والذي يستمر حتى 10 من الشهر الجاري، ويقدم جميع مستلزمات وطلبات الأسرة المصرية التي تحتاجها للموسم الدراسي الجديد بتخفيضات متنوعة تصل إلى نحو 30%. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. كعادته كل عام، يجيء معرض أهلا مدارس ليحل جزءا من معادلة الأسرة المصرية قبل الموسم الدراسي. فالمعرض يحتوي على الأدوات الدراسية والشنط والأحذية والمواد الغذائية بخصومات يجدها الزائر أفضل من خارجه. في كل احتياجات المواطن، كل ما يحتاجه من الألف إلى الياء، وده شيء بيريحنا على التحال. هي حاجات ما شفناهاش بره كتير، وفي نفس الوقت الاسعار انا شايفها طبعا احسن بكتير من بره، يعني مفيش كلام. خصومات 20% دي حلو او 30% حلو بالنسبه للمواطن، بتفرق معانا كتير قوي. في فرق اسعار، يعني هنا اوفر لو بتاخد بالجمله، طبعا في هنا اوفر طبعا بكتير من بره. 100 عارض يتنافسون لتقديم افضل منتجات لديهم، 70% من هذه المنتجات صناعه مصريه تلقى اقبالا كبيرا من المواطنين. المستهلك بيجي يلم حاجته كلها من مكان واحد، لا بيلف ولا بيتعب. انت عشان تجيب شنط لازم تنزل عتبة، عشان تجيب ادوات كتابية لازم تنزل فجالة، عشان تجيب مستلزمات اكل وشرب لازم تنزل حتة تانية. لا، انت هنا كله مع بعض، وفي نفس الوقت في وفر. ليه؟ اقل حاجة 25% خصم. منفذ بيع ليا كويس، حاجة كويسة جدا، يعني جات لنا في الوقت المناسب. ويستمر المعرض حتى 10 من الشهر الجاري، ويفتح ابوابه من الساعة 11 صباحا وحتى 10 مساء. أهم ما يميز معرض أهلا مدارس أن جميع احتياجات الأسرة المصرية للموسم الدراسي تقع تحت سقف واحد بخصومات تصل إلى 30% في فرصة متميزة للمواطن والعارض. أحمد بكير، النيل. إذن من خلال كل هذه التقارير التي نتابعها في برنامج من القاهرة، إذن السلع وخاصة الاستراتيجية منها متوفرة بكميات وبأعداد كبيرة، وخاصة السلع المدرسية كما تابعنا من خلال هذا التقرير. لهذا المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء نفى ما نشر من بعض الشائعات بشأن نقص أي سلع استراتيجية في الأسواق أو في المنافذ التموينية تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية. المركز أشار إلى أن وزارة التموين أكدت توافر جميع أنواع السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي، مع انتظام تقديم كميات وفيرة منها يوميا لجميع الأسواق
وبجميع فروعها. أيضا أشارت وزارة التموين إلى توافر مخزون استراتيجي كافي من السلع الأساسية والاستراتيجية يكفي ويتجاوز فترة 6 أشهر. نتحول إلى موضوع آخر. بحث القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله بمقر البنك مع وزيرة الدولة للهجرة سهى الجندي تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين في الخارج. تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات والطلبات التي تم طرحها في المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين في الخارج. ونقلت وزيرة الهجرة للمحافظ طلبات المصريين بالخارج لطرح أوعية ادخارية مناسبة تستوعب مدخراتهم وتضمن عائدا متميزا وتوفر تيسيرات في التحويل من الدول المقيمين فيها. نخرج من الشؤون المحلية المصرية إلى مجموعة من التطورات العربية والدولية. مجلس الأمن دعا الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار على أصداء وتبعات الأحداث التي شهدتها العراق على مدار الشهر الماضي أغسطس. أدان مجلس الأمن أعمال العنف التي اجتاحت العراق تحديدا يومي 29 و30 من أغسطس الماضي، معربا عن قلقه العميق إزاء سقوط ضحايا ومصابين في تلك الاشتباكات. الطريق في العراق بات محفوفا بالمخاطر مع تزايد التجاذبات بين الأطياف السياسية في بلاد الرافدين. مجلس الأمن الدولي دخل على خط الأزمة داعيا كافة الأطراف لضبط النفس والدخول في حوار تكون قاعدته الأساسية مصلحة العراق بعيدا عن أي مصالح سياسية أو حزبية ضيقة. إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي فتح باب التوتر في العراق على مصراعيه بعد أشهر من التعثر السياسي والخلافات بين الصدريين والإطار التنسيقي إثر إعلان الأخير تسمية محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء. وعلى الرغم من أنه سبق للصدر أن أعلن اعتزاله العمل السياسي 9 مرات خلال السنوات الماضية، إلا أن مراقبين يرون أن المشهد اليوم بات مختلفا وبالغ التعقيد. فلم تمضي ساعات على إعلان زعيم التيار الصدري قراره هذا حتى تحولت العاصمة العراقية بغداد لساحة اشتباكات مسلحة خلفت 30 قتيلا وعشرات الجرحى. تصاعدت التوترات بشكل حاد عندما اقتحم أنصار الصدر القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل امتدت كرة اللهب المشتعلة إلى خارج العاصمة خاصة مدينة البصرة الغنية بالنفط والتي اشتعلت فيها الاشتباكات مخلفة 4 قتلى وعشرات المصابين. ومع استمرار الفوضى والصراع المسلح الذي يدفع ثمنه المواطن العراقي، هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتخلي عن منصبه كرئيس للوزراء فاتحا بذلك صفحة جديدة في مفردات المشهد العراقي الملتبس والذي جعل البلاد وكما يرى خبراء أشبه بمن يسير على رمال متحركة. يشهد العراق منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة شللا سياسيا كاملا وتوترات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي من أجل الهيمنة على المشهد السياسي في البلاد. التوترات بين الطرفين بدأت سياسية في أروقة البرلمان وقانونية في المحكمة الاتحادية وانسحبت تدريجيا إلى اعتصامات في الشارع ثم اشتباكات وأعمال عنف دامية مع تمترس كل فريق خلف مواقفه السياسية وسط توقعات باستمرار الأزمة مع غياب أي أفق لحل يقرب وجهات النظر المتباينة بين الطرفين ويوقف حلقة العنف وينهي معاناة الشعب العراقي الذي يدفع فاتورة خلافات الساسة. إذن كانت هذه جولة من خلال تقاريرنا الإخبارية لمجموعة من الموضوعات، لكن كما أسلفنا في بداية هذه الحلقة موضوعنا الرئيسي في هذه الحلقة من البرنامج عن المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى الدولة جاهدة لتوفيرها طوال الشهور والسنوات الماضية لدعم وإمداد مساحة المظلة الاجتماعية وخاصة للمواطنين محدود الدخل. نتابع هذا التقرير الذي يرصد لنا أبعاد هذا الموضوع وبعده نبدأ الحوار.